لا يعني انت حاطط لي حاجه. انا بنشوف راي الكابتن. انا ما سمعتوش الحقيقه، عايز اسمعه في بدايه الازمه ورايه في ايقاف الشناوي بتوصيه اداره المسابقات. باؤكد للمره المليون ان محمد الشناوي لاعب دمث الخلق ولاعب جميل، وانا شفت له لقاءات مع بعض المذيعات والكلام ده كله في بعض البرامج يعني الانترتينمنت وكده. حاجه جميله عشان نتكلم عن الشناوي، وهو ده الشناوي تقييمه ان حاجه جميله. وجل من لا يخطئ يا محمد، انت اخطات وما فيش مشكله اطلاقا، واتصور ان هم هيخففوا لك العقوبه ان شاء الله. هيخففوا لك العقوبه ان شاء الله، ده كابتن مدحت في يوم صدور القرار، لانه شايف ان الراجل الحدث ما كانش يستحق هذا العقاب، وانه ما شافش حد كتب حاجه دامس الخلق، وانه ان شاء الله هيخففوا لك العقوبه ادراكا منه، لانه ما فيش حاجه تستحق الاربع مباريات بهذه التوصيه. طيب اجتمعت اللجنه الثلاثيه وهي مجلس اداره، كابتن مدحت شلبي واحد من اللي شغلوا مقاعد اداريه واداره الاعلام في الاتحاد، وكان امين سر جلسات طويله جدا، ويعرف ان دي توصيه بتعرض على مجلس اداره. لما صدر قرار مجلس الاداره كان راي الكابتن مدحت ايه؟ من يومين ثلاثه اتحاد الكوره اصدر عقوبه اللاعب محمد الشناوي بالايقاف اربع مباريات وغرامه ماليه على ما اتذكر 50,000 او حاجه زي كده. واتحاد الكوره خفف العقوبه الموقعه على الشناوي من اربع مباريات الى مباراه واحده. الى مباراه واحده اللي هي بكره بتاعت المقاولين العرب، ويلعب الماتش اللي بعده امام بيراميدز. وقال يعني غلظ العقوبه الماليه، مش عارف من 20,000 مش عارف عملها 200 ولا بقى ايه يعني؟ ولا حاجه. انا اتناول فقط المبادئ. وبعدين يا سيدي لو انت عايز توقفه مباراة واحدة انا برضو ما عنديش مشكلة، بس من الاول قول ايقاف مباراة. لكن طبعا العقوبة في اللائحة مش كده خالص، مش مباراة اطلاقا يعني، هي اربع مرات زي ما هو قالها في الاول. وبعدين مسألة ان انا اطلع قرار وارجع فيه، هو طبعا هيرد يقول لك ايه؟ ان لجنه مسابقات هي اللي اصدرت العقوبه، ولجنه مسابقات تصدر توصيات وليست قرارات، ومجلس اداره من حقه ان هو يامن على القرار او يخفف او يشدد، ده حقيقي. بس من الاول قول ايقاف مباراه. يعني هو قال من حقها تدي توصيات، مفيش رجوع في القرار على فكره. ايوه هو التعامل مع الاجراءات والتعامل مع توصيف الحاله واللوائح ادى الى انه كان يستحق الانذار الذي لم يتخذ، وهي مباراه، لان لم يكتب الحكم اي سلوك يستدعي اربع مباراه. لا قال دفعني ولا جذبني بعنف، ولا والحكم ما اتضايقش من حاجه اصلا في الماتش. لما قالوا له الناس كلها شافت لازم تكتب، قال مسكني من دراعي وده سلوك يعني معيب. طيب سلوك المعيب توصيفه من واحد لاربعه، اللي قال اربعه ما اعرفش استند على ايه، لكن من حق اللجنه العليا التي ترى انها يجب الله يطعن على قراراتها، لان كان من حق النادي الاهلي بقى يصعد ويروح لجنه التظلمات. طب لو لجنه التظلمات مشيت مع الاجراءات القانونيه يمكن كانت شالت العقوبه كلها. لان اصلا عدم صحه الضبطيه، بطلان اجراءات. فانت اذا كان بنعتبر ان الحكام قضاه وان اللوائح قانون وان كده، لكن احنا لما نحب نمشيها بالمزاج هنقول الرجوع في القرار. هو ما حصلش، هي توصيه رفعت مع الملابسات والمستجدات ومطرحه من تفسيرات ما تاخدش اكتر من كده. خدت المباراه ولم يخفف وحده، اتعاملوا في نفس الموقف مع محمود وادي لاعب بيراميدز. فمساله اشمعنى ومش اشمعنى اللي عايز يقولش، بقول لك يا استاذ ابراهيم، طب ده خد عقوبه ولم يتخذ ضده اجراءات، امال الناس اللي جبنا صورها وهي بتبرأ للحكم الرابع وبتشخط فيه وتكاد انها تعتدي عليه، ها؟ ولم يذكر شيء. ما اعتمدوش ليه على الصوره دي ان يتخذوا عقوبه؟ هيقول لك اصل الحكم ما كتبش.
او هو ما لمسش الحكم. اخواننا ده حسام البدري ببصه اتطرد واتخذت ضده عقوبه محترمه. اللي اتعمل في الصوره من كابتن شيكابالا مع الحكم لا ده ما كانش يعني رايح يقول له انت هتعمل ايه بعد الماتش، كان بيبوسه في عينيه، او انت هتعمل ايه بعد الماتش. يعني يا ريت الصوره تجيلنا دلوقتي حتى عشان الناس تشوف الحده والانفعال اللي كان فيه. ما حدش توقف امام دي. انتوا عايزين العداله اللي تريحكم، عايزين العداله اللي تاذي المنافس وبس. خلاص اذا كان ده مفهوم العداله. لكن في راي اهو، قول لي بقى دي اتخذت فيها ايه؟ بلاش تبوسني في عينيا. ده يعني هو لو قرب شويه كان ده يعني كان حصل تلامس. لكن لم يكتب شيء ولم يتخذ شيء. يا اهل العداله، يا اهل دماغنا وجعنا. دقيقه فاصل لله، نطلع لفاصل.